الخبر هو اللي عدنا عن نور ستار وناجي القاق والصلح اللي صار بيناتهم. فقبل حوالي اسبوعين بس نزل ستوري اللي كان بيه ناجي القاق يشيل الفولو من حساب نور ستار بالانستغرام بسبب انه هي ما قاعده تنشر على القضيه الفلسطينيه واللي قاعد يصير في فلسطين بهذيك الفتره. ولكن اليوم يا حبايب صار صلح بيناتهم فرجعوا الفولو لحسابات بعض بالانستغرام. فان شاء الله الف مبروك على الصلح والله يديم الصداقه بيناتهم. ولا تنسوا يا حبايب تكتبوا لي بالكومنتات هل فرحتوا بصداقتهم او لا. انتقل حاليا لاخبار فريق مرمار واللي بدا بقمرمار ومرض امها. فقمرمار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري وهذا الستوري كان كاتبه بيه حبايب امي مريضه اتمنى ان تدعوا لها بالشفاء فالله يشفيها يا رب وان شاء الله تتحسن باسرع وقت. ولا تنسوا يا حبايب ان تدعوا لها بالكومنتات والله يشفيها يا رب. وطبعا بنفس الوقت هم نزلت هذا الستوري كان هارون الشمري اليوتيوبر العراقي من داخل المستشفى كاتبه هم ادعوا صديقي هارون والله يشفي حاليا اخباره كل شيء حالته خطيره واخباره قاعده تاخذها من ستوريته من اقاربه هم الله يشفي يا رب. ولا تنسوا يا حبايب ان تدعوا له بالكومنتات ان الله يشفي يا رب ويحسن باسرع وقت. واخر شيء راح نختم خمر ماربي هو عن عوده افتتاحها لحسابها التيك توك. فنزلت هذا الستوري طلبت من المتابعين يتابعوها بالتيك توك وان شاء الله صرت تنزل بيه مقاطع مثل قبل فالله يوفقها يا رب. بتدخل حاليا نور مارف نور ما نزل على حسابها بالانستغرام شوت ستوريات بهذه الستوريات يسال المتابعين اسئله كلش ناريه. هو هل حان الوقت انه تحكي عن موضوع يار مارو خمر مارو خروجهم من الفريق؟ فرد عليهم انه هو حاليا بما انه رجع من السفر فراح يحكي قريبا. انا حكيت لكم انه هدول امور تافهه بالنسبه لي وشغلي اهم وبما انه والله شغلي خلص ورجعت الله على اسطنبول فان شاء الله قريبا لانه في كثير ناس ظلمتني بس ان شاء الله قريبا راح تعرف كل القصص. وبالنسبه لثاني شيء فنزل هذه الستوريات اللي يطلب من المتابعين ينزلون هذا الستوري لباقي اليوتيوبر اللي ساكنين بدبي لانهم يريدوا يسافروا دبي ولكنه خايف انه ما حد يعرف اشخاص هناك فما حيعرف شنو يتصرف فعبو يصير يصور وياهم هناك. بنفس الوقت هذا يفسر شو سوى فولو لحسابنا ريم يوتيوب الانستغرام اليوم عم يصير يصور وياها بس يسافر دبي. شوفوا الستوريات. يا جماعه انا هدفي بسفر دبي انه اتعرف على ناس على يوتيوبرز كذا هيك بس انا بشكل عام بما انه بشتغل لوحدي فما بعرف حدا ابدا فمتخوف انه اطلع هنيك وما اشوف حدا واتم لحالي واخسر وارجع عرفت شلون؟ فبحاول بحاول. واخر شيء راح نختم بيه نور مار هو المفاجات اللي مجهز لنا اياها فنزل شويه ستوريات يقول بيها انه راح يصور مقاطع ويا نيرمين مار مقاطع ناريه وبنفس الوقت بس يوصل حسابه بالانستغرام اللي مليون متابع حيسوي اشياء كلش خرافيه حسب ما قال. شوف الستوريات. ان شاء الله القناه الثانيه يا جماعه هلا من شوي كنت عم بحكي مع نيرمين حاليا بس ارجع ان شاء الله راح اصور مع نيرمين فيديو كثير حلو على القناه الثانيه وراح يكون رجع قوي كمان على القناه الثانيه خليكم جاهزين. ان شاء الله محضركم شيء على المليون على الانستغرام محضركم شيء كثير قوي وبنفس الوقت محضركم شيء ان شاء الله على 7 مليون او 7 وربع هيك شوي على اليوتيوب. راح يكون اقوى من التجربه اللي راحت بكثير وراح يتفاجئ الجميع بقوه الشيء اللي راح ينزل. انتقل حاليا لماريانا غريب وليش صارت تبكي؟ فماريانا نزلت على حسابها بالانستغرام شفت ستوريات وبهذه الستوريات كانت تبكي بيها اما لسه عن سبب البكاء فكانت كاتبه انه هي تتفرج مسلسل وخلص بنهايته صارت تبكي وتنزل هيك ستوريات. بس حبايب وصلت المقطع اللي تنسون حبايب ساره تيوب يوم نزلت مقطع على قناتها باليوتيوب اتمنى من الكل يشوف مقطع ساره للكامل المقطع صراحه كلش حلو واذا حابين تدعمونا هناك عم نستمر بهيجي محتوى بس كان فيزي مقطع من القصص لا تنسون تشتركوا بالقناه وتوصل 500 الف مشترك ومع السلامه.